عظيم. شغل ايه يعني؟ ايه الاخبار؟ ان شاء الله خير. يلا بينا اتفضل. يمكن الزمالك امبارح فاجئ الجميع باعلان ضم سيف الدين الجزيري. يمكن الناس ما كانتش متخيله ان ليه سيف الجزيري فجاه بقى صفقه رسميه في الزمالك وانه لسه العقد. احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان الزمالك لازم قبل 31/6 زي ما بيقولوا يحسم موقفه من موضوع سيف الدين الجزيري. يمكن انا يعني الموضوع هناخده في شقين بسرعه. اول شق الخاص بتفكير نادي الزمالك، يمكن اللجنه الحاليه في نادي الزمالك قالت باللفظ كده نحن لا نكرر اخطاء الماضي. يعني ايه؟ مش هكرر سيناريو سياسي، استنى لغايه الاخر وبعد كده ابتدي اتكلم، بالعكس اجيب اللاعب من بدري اتفق معاه، خصوصا انه المعلومات اللي جات لهم ان اللاعب جاله عرض رسمي من الكويت الكويتي، ممكن لو اتفق مع المقاولين اللاعب ما يكملش الموسم. طب ليه؟ طب ما نتعاقد مع اللاعب، خصوصا انه بقى الاعتماد عليه بشكل اساسي. محمد عادل مشرف مع الكره بالمقاولين قال لي انه كلامنا مع الزمالك يبقى في شهر 8، يعني احنا هم عندهم مهله. ايوه بس العرض لو جه اما جه بتاع الكويت ممكن يربك الدنيا، فالزمالك قال لك ايه؟ لازم نخلص الموضوع بدري عشان خاطر نبقي على اللاعب ونخلي اللاعب كمان يبقى مركز. مركز لان تمام كمان انت مركز عندك بس هو هي نقطه مركز بس. انا اسف ما حدش كان يقدر يحط ايده في اللعيب ده طالما الزمالك معاه بند التفعيل وطالما الناس في المقاولين محترمين جدا الزمالك. خد بالك طبعا العلاقه ما بين الناديين كويسه جدا، ولكن لو استنيت لغايه الاخر وبقى في زي ما بيقول لك ايه بيت وكلام وتركيز والراجل بيجي له حاجات تانية فيجي يميل على الناس. طب ما خلص الموضوع تمام. ده الشق الخاص بالجزيري. اللاعب بصراحه قعد على طول خلص الموضوع الكلام، حتى ما بين اللي بياكد كمان العلاقه طيبه جدا ما بين اداره الزمالك واداره المقاولين، انه حتى الزمالك لما جه يتكلم مع اداره المقاولين خلصوا الموضوع وقالوا هنخلص موضوع الفلوس دي اخر حاجه ما بين الطرفين، طالما انتوا هتاخدوا اللاعب 12 مليون هنشوف هناخدهم ازاي، هناخدهم قسطين، هناخدهم عن طريق لعيب. الجزء الاخر يمكن في جمهور كتير من جماهير نادي الزمالك قالت هل خلاص سيف الجزيري هو بقى المهاجم الاساسي لنادي الزمالك ومفيش صفقات ثانيه؟ لا، صفقه المهاجم لسه زي ما هي. كيف يفكر كارتيرون في الملف ده؟ كارتيرون تحديدا قال انا محتاج مهاجم كمان مع الجزيره. صحفي برضه عناوين كيف افكر كارتيرون؟ لا ما على الله يعني. كيف تصنع كيف تصنع عنوان المليون مشاهده؟ في ثلاث دقائق. في ثلاث دقائق. ايوه. هو الراجل كل تفكيره قال ان انا لازم اجيب مهاجم كمان. انا مش هينفع اعتمد على سيف الدين الجزيري لوحده. هو عايز تارجت مان. هو عايز المهاجم الطويل زي ما بيقولوا عارف الضرفه. ايوه. الستايل اللي هو بيحبه. ستايل كلاسيكي. الستايل الكلاسيكي اللي هو شبه الكره الانجليزيه شويه. فهو قال انا عايز الستايل ده. بمالانجو لسه زي ما هو موجود. يوسف نياكاتي اللي احنا قلناه انضم لهم لاعب جديد، هو لاعب معار من الشباب السعودي نادي عجمان اسمه ابو بكر تراوري. اللاعب ناقص سنه مع النادي بتاعه. كل كلامه واحده واحده بتجري ليه؟ نقول بمالانجو. بمالانجو واحد رقم يوسف نياكاتي لاعب الوحده السعودي، اللاعب عنده عرض رسمي من الرائد السعودي. وبلغ الوكيل الوحده نزل. فهو الواحد فعشان كده هو مش عايز يكمل درجه ثانيه، فجاله عرض رسمي من الرائد السعودي اللي لسه موجود في الدوري السعودي. ايوه. فهو قال لهم خلاص انا اوكي بس انا عندي عرض من مصر، او يعني في كلام ان انا ممكن ابقى موجود في مصر، خصوصا في مصر اسم الزمالك طبعا حاجه يعني حاجه تفرق معاه جدا. فهو حتى طلب انه يتم سرعه التفكير وقرار. لاعب صغير؟ لا 29 سنه. 29 سنه ماشي. تمام. اللاعب الثالث هو لاعب معار من الشباب السعودي نادي عجمان اسمه ابو بكر تراوري. تمام. اللاعب ده هو ناقص سنه عقده مع الشباب السعودي وهو حتى ليه فلوس فعايز يتنازل عنها، وتم عرضه اول امبارح على كارتيرون. خد بالك انا الكلام اللي بجيبه بيبقى المعروض على كارتيرون. اوكي. ليه؟ لان كارتيرون الراجل بياخد بيجهز سيفيهات، بيجيب اللي يدخل يجيب الارقام بتاعت كل واحد والاناليسيس بتاعتهم، وبعد كده يحدد هو محتاج ايه. هو الراجل زي ما احنا قلنا خلص ماتش الزمالك عنده راحه 10 ايام، الراجل في ال 10 ايام دول كل تفكيره في الصفقات. في الصفقات. في الصفقات لانه عنده 10 ايام وبعد كده عنده معسكر هيعمله في اسكندريه قبل عوده الدوري. اعزز كلامك على طول في موضوع الصفقات ده. قبل كده كابتن فاروق جعفر كان ضيفي هنا قال من ضمن اللعيبه ان هو كارتيرون قال طلبات كارتيرون عايز صانع لعب رقم 10 وعايز مهاجم رقم 9 وعايز باك يمين وعايز مساك وعايز لعيب نص ملعب زي فرقه. احنا كنا قلنا الكلام ده في حلقه سابقه والخمس لعيبه مع بعض، والحمد لله كابتن فاروق اكد عليهم. قال على الهوا مش كواليس يعني. لا لا انا عارف قال على الهوا. انا اتفرجت على الحلقه وكابتن فاروق طبعا الناس اللي هي موجوده في الملف طبعا مع كابتن حسين السيد، بالاضافه طبعا كابتن حسين لبيب بيرجعوا له في كل حاجه. وده تفكير اداره نادي الزمالك في الوقت الحالي بالنسبه لملف الهجوم. الجزيري مش التدعيم الوحيد، في تدعيم كمان. النقطه الاخيره انه لو جاب اثنين مهاجم يعني الجزيري ومهاجم هو عايزه، يعني زي ما بقول لك ايه يعني هو ده بقى دفعنا فيه الفلوس وبتاع، هو مش عايز مهاجم محلي عشان ما يعني زي ما بقول لك ايه ما يحملش النادي فلوس كتير. عظيم.